اكشن. اتفضل. ورجعنا لكم مره تانية ومكملين معاكم فقراتنا من برنامج تواصل. الفقره دي هيكون معانا المنشد والمتاهل الديني استاذ محمد منصور. دكتور ايمن، طبعا يعني احنا بما اننا النهارده في يعني مولد الرسول عليه الصلاه والسلام، فلما بدا في الافق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الاشراق عند تمامه، نشر السلام على البريه كلها واعاد فيها الامن بعد زواله. احنا بنرحب بيك يا استاذ محمد، وطبعا يعني ده كان جزء كده بسيط يعني يعني طبعا عايزينك بقى النهارده نسمع حاجه كده في ذكر النبي عليه الصلاه والسلام باذن الله. نسمع ايه بقى؟ ممكن نقول ان شئت ان تدري مقام محمد. ماشي. هي كلمات وهقولها بدايه ان شاء الله. يلا. ان شئت ان تدري مقام محمد، ان شئت ان تدري مقام محمد فانظر إلى ما قال عنه الله، فالخلق تعجز أن تقدر قدره وتقول قد يفيب علاه. يا أيها المختار من خير الورى خلقا، خلقا وخلقا بالكمال لمدحه. ماذا أقول، ماذا أقول لمدحي، والله طهر من سفاح الجاهلية أحمد ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة. الله عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. محمد، أنت في الجامعة لسه بتدرس صح؟ أنا حاليا في الفرقة الثالثة تخصص كلية فنون تطبيقية، قسم تصميم الأساس والإنشاءات المعدنية. تمام. طب يعني انت ممكن يكون بعيد شويه عن المجال بتاعك ولا ايه؟ خالص. هو بعيد جدا. هو فن طبعا. والله يعني يمكن يعني الكليه كانت سبب في ان انا يعني اول يوم دخلت الكليه اتعرفت على حد، يعني المنشد الكبير احمد المندراوي هو اللي علمني المقامات الموسيقيه، وكان سبب كبير جدا. قبليها طبعا كان في مستر شريف شمس الدين موجه تربيه مسرحيه، كان هو ليه فضل برضو كبير عليا جدا في ان انا اقف على مسارح والكلام ده كله. اكيد حفلات كتير تقريبا. أكيد. ما شاء الله. ويمكن موضوع حبي للانشاد الديني كان البدايه بقى من الاول خالص، ان انا البيت عندي يعني والدي الحاج احمد منصور هو امام مسجد، وهو من البدايه هو والدتي اللي علموني قراءه القران وحببوني في الموضوع دوت، فيعني خدت الطريق ده بقى. يعني سمعنا ايه تاني؟ انا دايما بحب اسمع قمر. اكيد جاهزين نقولها. اكيد كل المنشدين لازم يكونوا قمر. لازم قمر. دي من ضمن الحاجات المحببه الى قلبي. اكيد اكيد كلنا بنحب نسمع كمان بقى. أكيد. كمان والله بحبها. حاضر. واجمل منك لم ترى قط عين، واجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قمر 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 سيدنا النبي قمر.
هارون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل عليه أفضل الصلاة والسلام. أحب الكلمات إلى قلبي. طيب أنا يعني امبارح كان في حفلة ليك يا محمد في الرابع تقريبا صح؟ كانت حفلة مع الفرقة بتاعتي. اسمها ايه الفرقة؟ الفرقة اسمها فرقة سماء المديحين. هي الفرقة يعني تقريبا بقى لها كده حوالي 5 سنين ما شاء الله. الفرقة سورية مصرية. كانت الفكرة كلها في دخولي الفرقة ان كان كريم الغزولي مدرب الفريق تقابلت انا وهو في حفله وانضميت يعني للفرقه واتعرفت بقى على الشباب كلهم. طبعا قائد الفرقه بتاعتنا استاذ محمد وسيم ويعني الحمد لله الفرقه كلها من اول من اصغر واحد لاكبر واحد هم كلهم بالنسبه لي يعني كبار جدا سواء في القيمه النغميه او في قيمتهم عندي شخصيا يعني بدون بقى يعني ما نتكلم في حاجات كتير هم كلهم بصراحه يعني كويسين جدا يعني. باشمهندس صلاح عادل وكريم واستاذ محمد وسيم وعمر وعبد الرحمن فيعني هو في روح حلوه بينا. لو حبينا نختم بحاجه الفقره بتاعتنا ممكن طبعاً. نختمها بايه؟ ممكن نقول ابتهال او نقول ممكن يا ساده الرسل الكرام عليه الصلاه والسلام. تمام يلا بينا. يا سيد الرسل الكرام تحية من قلب عابد من قلب عابد عاشق تواب لما تبار المادحون لنوري وخجلت من عجزي مع السفاق وبكت عيوني قلت يا فالحب لا فالحب لا يخفى عن العشاق محمد سيد الكون والثقلين والفريق قايني من عرب ومن عجم عليك سلام الله يا رسول الله عليك سلام الله يا رسول الله عليك سلام الله.
خير خلق الله الله عليك سلام الله يا نور عرش الله الله يا عريض الجان يا خير خلق الله الله عليك سلام الله يا نور عرش الله يا عريض الجان يا خير خلق الله الله بعثك إله علم أرسل عليه القرآن بعثك إله علم أرسل عليه القرآن يا بدر هل يبان يا بشر وسلام أديت رسالة الله صلى عليك الله الله عليك الله عليك. استمتعت بيك، سمعنا حاجات بسيطة ولكنها هي مؤثرة وجميلة. ربنا يخليك. أنا بشكرك شكرا جزيلا المنشد والمتهلدين أستاذ محمد منصور. ربنا يخليك أستاذ خالد. أضاءت بك الدنيا فعشت ممجدا وغبت عن الدنيا وما زلت سيدا، يعني عليك سلام الله في كل خفقة سيدي يا حبيبي يا رسول الله، كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يا رب يعود علينا الأيام بخير، وإن شاء الله السنة اللي جاية يكون ربنا أزاح عننا الغمة، ويا رب كلكم بألف خير وسلامة. شكرا لكم، ونشوفكم إن شاء الله بإذن الله غدا في حلقة قادمة أخرى من حلقات برنامج تواصل. دمتم في رعاية الله.